اهلا وسهلا استاذة نجاه. شكرا عسلامة سي عبد المجيد والحمد لله على السلامة. شكرا جزيلا معك. شكرا. وضيفتنا المبجلة الأستاذة الشاعرة شاكرة بوقطايا، أهلا وسهلا شاكرة. شكرا سي عبد المجيد والحمد لله على سلامتك. الله يخليك. نشوفك ديما نور البرنامج. الله ينورك وأنت نورتينا أستاذتنا الجليلة، ونحن شاكرون لك هذا الحضور البهي وتلك اللياقة في تلبية الدعوة بكل تلقائية. أمعنا المايسترو معز بن سعيد بصوت عالي، الميكروفون بعيد عليك. السلام يا سي عبد المجيد. أهلا بيك. وعودة ميمون. شو أحوالك؟ إن شاء الله. ربي يخليك. المرأة والحياة، ونحن في الأسبوع الذي احتفلنا فيه باليوم العالمي للمرأة. ناجي العجبوني يا ماذا يقول في هذا الصدد؟ في الحقيقة أنا ضد أن تحد بمواقيت اليوم العالمي للإنسان، دعنا نقول اليوم العالمي للإنسان، لا يمكن التفريق بين يعني المرأة نتجاوز هذه الجندرة، نتجاوز هذه التسميات وهذه الجندرة. نعم. إلى ما هو أعمق وهو الجوهر الذي يجعل من المرأة بعث الحياة. لو سألتك عن المرأة في مفردات، المرأة في مفردة أو مفردتين أو ثلاثة، بكلمة واحدة ماذا تقول؟ المرأة هي الحب والمعاناة. أي والمعاناة والباعث على الكتابة. نعم. إذن هي المعاناة والباعث على الكتابة. نعم. يعني المرأة موصولة بالوجع الذي يحدث وينشأ يعني في ذات الإنسان. هي بين ظفرين زراعة إبليس الجميلة يعني. الجميلة. الواهبة اللي مشتلت الحياة. مشتلت الحياة. نجت الضيفين. في كلمة بسيطة جدا، المرأة هي أمنا، المرأة هي الأرض، المرأة هي الخصوبة، هي الحياة إذن، والمرأة هي الوطن كما الوطن. شخصها محمود درويش. نعم شكرا جزيلا شكرا بقطايا. المرأة لا تحتاج إلى أعياد. كل يوم هو عيدها. وأقول المرأة هي أمي وأمي، وبدون أمي لا نور للعالم. ما شاء الله. وأرجو الحياة السعيدة لكل الأمهات. كل الأمهات. إن شاء الله. بالنسبة الأم هذه الكلمة الجامعة، هذه الكلمة التي تختصر الكون كله، تختصر معنى الخصوبة والحياة والجمال والرواء واللغة الأم. معز بن سعيد، المرأة يا سيدي. المرأة هي بوصفك موسيقيا عازفا، أنت ستهدينا هدية للمرأة في عيدي. كلمة واحدة، المرأة ديما تبقى ديما مرأة، وديما تبقى طبعا كل الحياة الجمال الرقة وهي الأم العطر يعني أي بالأولاد الأم البنت الزوجة الحبيبة. ماذا تهديها سيدي؟ جفنه علم الغزل. ويبدو عندك حكاية أنت مع جفنه علم الغزل، سأعود إليها بعد الاستماع إليك. تفضل. علم الغزل ومن العلم ما قتل، فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل. ولم نزل حلم الحب والشباب، حلم الزهر والندى، حلم اللهو والشراب.
تحية للمايسترو معز بن سعيد في هذه الهدية التي أهدنيها بمناسبة الأسبوع الذي احتفلنا فيه باليوم العالمي للمرأة، وإن كان للحضور رأي أو آراء مختلفة، بعضهم يقول إن المرأة إن كل الأيام هي للمرأة والمرأة حاضرة في كل يوم من أيام العام، وناجي العجبوني قال إن المرأة هي مأتى الفرح ومأتى الوجع، وهي سر من أسرار الكتابة. مستمعين الأفاضل، أنتم في برنامجكم رواق الحياة الذي نستضيف فيه الليلة ثلة من أساتذتنا الأجلاء، الأستاذ ناجي العجبوني أستاذ اللغة العربية وأدابها بالمعاهد التونسية، الأستاذ نجاة الضفيعي أستاذة الفلسفة بمعاهدنا، والأستاذ شاكر أبو قطايا أستاذة الفلسفة بمعاهدنا أيضا، وفي المرافقة الموسيقية الوترية الجميلة المايسترو معز بن سعيد. يشرفني يشرف رواق الحياة وأسرة رواق الحياة قاتبة أن نستقبل مكالمة هاتفية من لدني الدكتور الأستاذ الفاضل الأستاذ عبد المجيد عطواني، الدكتور صاحب رسالة الدكتوراه الموسومة بالمعنى وبلاغة التأويل في مؤلفات الغزالي، الأستاذ عبد المجيد عطواني من كلية الأداب والعلوم الإنسانية 9 أفريل. سعد مجيد أهلا. مرحبا سي ناجي. عبد المجيد فرحات مخاطبك من المزدح، ومعي الأستاذ ناجي العجبوني في الأستوديو، سنتداول في محاورتك. أولا وقبل كل شيء، وددت أن أرحب بك جليل الترحاب أن تحل على موجات إذاعة الحياة فام التي تبث من القيروان على الموجات 90.3، وفي تونس الكبرى في كل ولاية تونس الكبرى على موجات راديو بلاتينا فام 98.9. أستاذنا الجليل
أهلا وسهلا، عطرت موجات إذاعة حياة فام وراديو بلاتين، فأهلا بك. شكرا جزيلا لك وتحياتي العميقة إلى القيروان وكل أصدقائي في القيروان. والله يا أستاذ عبد المجيد شرف ينال برنامجنا أن يصغي المستمعون إلى صوت من أصوات أمثالك، قام في المعرفة، قام في البحث، قام موشومة في بوشما جميلا في صفحة الجامعة التونسية، فأهلا وسهلا بك من جديد معك. شكرا لك، شكرا جزيلا لك ولي برنامجك، ومرة أخرى لي حنين كبير إلى القيروان. أهلا بك، إذا تنزل أهلا وتحل سهلا في القيروان متى شئت، وينالنا عظيم الشرف لو لبيت دعوة الحضور في الأستوديو. درسنا فيها لمدة أكثر من 7 سنوات. 7 سنوات في رقادة العظيمة. ما شاء الله ما شاء الله، لا شك أن الأروقة تذكر وقع خطاك وأن القاعات تذكر صدى صوتك يا رجل. فأهلا سيدي ناجي العجبوني، معك أستاذك الجليل عبد المجيد عطواني، تفضل. مرحبا أستاذي عبد المجيد. أهلا 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 صديقي الجميل. جد بي الشوق إلى كلماتك وإلى تعففك عن الإجابة حين كنت تعتبر كل إجابة هي قتل للمعرفة. هذه مرمة كما يقول القدامى. إذن يأخذني الشوق إليك أستاذي في هذه الليلة كي نستعيد بعض لظى الفكر وما تسميه أنت بزرع الفتنة. شكرا شكرا، كانت لنا أيام جميلة في القيروان وكنا نحاول معا أن نزرع الفتنة، هذه وظيفة الجامعة. وكنت من أجل زارعي الفتنة في هذه الربوع. ليس لنا إلا زرع الفتنة، ولذلك ليس لنا أجوبة. أردت أن أتحدث معكم في موضوع ندوة الخوف. مرحبا. التي كان لكم إسهام جليل في هذه الندوة بمداخلة رفقة الأستاذ الدكتور محمود محجوب. لو تحدثنا بإيجاز عن هذه الندوة ومداخلتك والمحاور التي تطرقت إليها من خلال هذه المداخلة التي شدتني شخصيا وكان لها وقعها. والله هي ندوة مستمرة في كل مرة مع تونس الفلسفة يستدعي من يراه مناسبا للحديث عن الخوف من زوايا نظر متعددة. وعندما دعيت إلى هذه الندوة شاركت أو ساهمت مساهمة متواضعة، عموما تحدثت عن الأفق الأندلسي الذي سميته أفق خوف، وكان السؤال المركزي الذي يشغلني وما زال، هل يمكن لابن حزم مثالا أن يؤسس نظرية أو نسقا بين ذفرتين في أصول الفقه يتمتع بأدنى درجات الانسجام، وأسطع على كلمة الانسجام، في أفق خوف. وابن حزم نفسه ومعاصروه والذين جاءوا بعده والذين جاءوا قبله أيضا كانوا جميعا بدون استثناء يتحدثون عن هذا الخوف في مختلف وجوهه، وسميت هذا الأفق الأندلسي التسمية الكبيرة وأفق خوف. كان أفق خوف اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. استاذ عبد المجيد، وحتى عند حديث المؤرخين عن هذا عن هذه الآفاق المختلفة كثيرا ما يجنحون الى الحديث عن او يضعون الاحداث في افق طبيعي هو نفسه، وهذا لافت الانتباه، كان افق خوف. استاذ عبد المجيد، نعم، دائما اطلالتك من شرفات ابن حزم. هذا شخص حقل من الحظه رغم كثرة الدراسات حوله، لان اكثر الدراسات التي على الاقل في حدود اطلاعي كانت تسعى، وهذه كارثة في الفكر العربي، تسعى دائما الى وضع المفكر او الذي
العالم الذي تشتغل عليه تضعه في خانة، تبحث له عن صفة واضحة تضعه فيها وتطمئن. وإذا انطلقنا من سؤال علاقة الخوف بالفكر، مشكلة ابن حزم التي تحتاج إلى دراسات عديدة، لا يمكن في نظري لأي إنسان لأي عالم أن ينتج معرفة تتسم بالانتظام وبالانسجام في أفق خوف. وجرأة ابن حزم هنا أنه كان واعيا وعيا شديدا بما يتحرك داخل أفق خوف، وكان هذا الخوف معمما، ورغم ذلك هنا جرأته تجرأ على الشيوخ على الفقهاء على العلماء، وأراد أن يكون له صوت مختلف. والظاهرية في بعض من أبعادها هي خبر واحد. ما معنى خبر واحد؟ خبر واحد هذه مشكلة أصولية، يعني عندما ننظر في مفهوم الخبر عند القدماء، الخبر المتواتر وخبر ما يسمونه خبر الواحد أو خبر الأحد، عندما يتعلق الأمر بأخبار النبي بالسنة. ولكن المستوى الثاني الذي لم نهتم به هو أن الكاتب نفسه خبره أي فكره تصوراته الأصولية تصورات شخص منفرد شارد عن الإجماع شارد عن الجماعة متهم بالشذوذ، لأنه يفكر أو أراد أن يفكر بطريقة مختلفة وكان وحده. والخوف كما يقول أصدقاؤه هو الذي منع الناس من نشر مذهبه، فبقي ابن حزم كما يردد دائما وفي مستوى تحليل الخطاب حديثه عن هذا الذي سأقوله لم يكن اعتباطيا، كان يذكرنا دائما بأبي ذر الغفاري وبتلك العبارة ذات الدلالة القوية. أبو ذر الغفاري كان يمشي وحده. ولماذا يذكر ابن حزم ماذا يذكر به؟ المشكلة لا تعلق بأبو ذر الغفاري، المشكلة مردها إلى أن ابن حزم نفسه كان هو الذي يمشي وحده. نعم جميل. ولأنه كان يمشي وحده كان خارجا عن الجماعة، كان متهما بالخروج عن الجماعة، وهو نفسه من مظاهر مشاكله الكبرى مع الفقهاء فقهاء عصره أنه رفض الإجماع أصلا من أصول الفقه. نعم أستاذ عبد المجيد، رفضه رفضا مطلقا واعتبره قصة لا أساس لها، وقصة يقول قصة منهارة يلجأ إليها الناس أي الفقهاء يلجأون إلى الإجماع للتمويه والتخويف، ولاحظ التخويف يستعمله هو والتهويل، ويقول هي آراء الفقهاء المعاصرين له كانت آراء، يقول هو كانت آراء مبتدأة. نعم. ولكن الفقهاء يسندونها إلى المتقدمين حتى تكتسب سلطة حتى تصبح حجة. وإذا تأملت كما يقول ابن حزم وجدت أن هؤلاء الفقهاء أنفسهم مختلفون مخالفون لمؤسس المذهب، أي مخالفون لمالك نفسه. وأقوال كثيرة يقول ابن حزم لو صح أن مالك قالها لكان مالك أفسق الناس، لأنه عند التأمل لم يقلها. وهذا هو الذي سيجر ابن حزم إلى إثارة قضية كبرى تتعلق بتاريخ العلوم، كيف تنشأ وكيف تتطور وكيف يقع نقلها. عند التأمل نجد أن جميع المذاهب الفقهية وجميع حتى النظريات العلمية يقع دائما إعادة بنائها بطريقة جديدة، أي يقع تأويلها يقع تركيبها تركيبا جديدا حتى تستجيب لحاجات كما يقول ابن حزم حاجات الوقت أو حاجات السوق. وهنا قوة ابن حزم. السؤال هو التالي الذي ذكرته وما زال يحرجني ويقلقني، كيف يمكن للإنسان أن ينتج معرفة في أفق خوف، وخوف رهيبة خوف مرعب. عندما ننظر كتب التاريخ تجد جميع أنواع الموت مذكورة عند المؤرخين،
حتى أن هذا الخوف كما يقول جملة جميلة لأحد المؤرخين الكبار الأندلسي ابن حيان الأندلسي مؤرخ الجماعة أو مؤرخ قرطبة، أن هذه الفتن العبارة التي يستعملها ابن حيان عطلت التاريخ. نعم. عطلت التاريخ. ثم يضيف ابن خاقان يقول أن هذه الفتن وهذا الخوف لم يعطل التاريخ فقط، وهذه ما هذه هذا المعنى يقول ابن خاقان، وإنما أفسدت التفكير. شكرا أستاذنا عبد المجيد عتواني، شكرا لك على هذه اللمحة، على هذه اللمحة التي وصلتنا بمسألة في الحق عامة الناس أو عامة القراء لا يعرفون عن ابن حزم كونه لحظة عدول في نسق الفكر الإسلامي. شكرا جزيلا لك. نعم. سرنا أن نصغي إليك وسرنا أن تكون معنا، وأنا أراهن على رحابة صدرك حتى نستضيفك مرة أخرى، لما لا تكون الاستضافة حضورية هنا في القيروان التي أنفقت فيها من العمر 7 يعني حسب ما ذكرت، ولا 5 سنوات. بكل سرور. شكرا جزيلا. إذن كان معنا أستاذنا الدكتور عبد المجيد عطواني في تدخل موصول بالندوة المنجزة في كلية الأداب 9 أفريل، ندوة الخوف. نعود إلى الأستوديو بعد هذا الفاصل الغنائي القصير، نعود مع العيادة الفلسفية.